على باب الإدارة. مرحبا بكم معنا من جديد. وجهتنا إدارة من الإدارات العمومية في ولاية نابل مع فاطمة بن عثمان. مرحبا فاطمة. أصبح النور ليليا، تحية ليك ولكافة متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، وين باش تهزنا اليوم؟ شنو الخدمات اللي تحب تحدثنا عليها من موقعك من ولاية نابل؟ اليوم باش نحكيو على دار المسنين بجرومبالي اللي كثر عليها الضغط، طاقة استيعابها تقريبا بلغت 100%. اليوم وحدة العيش ينقصها التمويل حسب ما أكده لي رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بنابل سي أنور الحلومي اللي معانا اليوم، واللي باش يدخل معانا باش يعطينا أكثر تفاصيل اليوم على الوضعية نتاع دار المسنين، خاصة وأنه هما في عملهم اليومي قاعدين لاهين بالسهولة بالمسنين، وأيضا بالحالات الاجتماعية لبعض حالات العنف معناها ضد المسلط ضد النساء. اليوم عديد الحالات يتكفلوا بها منظمات خيرية وأيضا مجتمع مدني، خاصة باش يعرضوا معناتها مجهود دار المسنين اللي وحدها ما تنجم تعمل شيء، خاصة مع قلة الإمكانيات ومع أنه دار المسنين معناها طاقة الاستيعاب نتاعها والمساحة نتاعها ما تنجمش وأنها تم توسعة فيها. دونك اليوم حسينا برشا ضغط على دار المسنين حسب معايننا في زياراتنا الميدانية. كما قلت لك معايا أنور الحلومي باش يعطينا أكثر تفاصيل حول دار المسنين وهما التدخل نتاعهم كيفاش كان باش يعاضد دور دار المسنين. مرحبا بك على موجه الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بك، بارك الله فيك. أنور الحلومي رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بنابل. احنا من خلال معنا منظمتنا العديدة نهتم بالشأن الأسري بصفة عامة وبصفة خاصة بالمسنين والعنف المسلط على المرأة والعنف المسلط على الطفل والعنف داخل المدارس. اليوم موضوعكم موضوع دار المسنين بجرومبالي، نحب نوجه تحية للقائمين عليها والمندوبة الجهوية كبار السن وشؤون المرأة والطفولة. الحقيقة الخدمات ممتازة جدا، احنا مشينا بعدها في 3 أو 4 مناسبات وخاصة خلال شهر رمضان بدعم معناها في شكل دعم عيني. مشينا بعدها مشقينا فطرنا بعدها بعض الأعضاء المكتب الجهوي حضروا معه. المسنين الخدمات نتاعها ممتازه، معناها المسن في اريحيه، لكن الضغط الموجود هو العدد نتاع الطلبات على الايواء في دار المسنين هو اللي يخلي اليوم الحمد لله يا ربي في البرنامج نتاعنا احنا في المنظمه التونسيه للتربيه والاسره مثل الجهوي نابل هو مرافقه المسن في بيئته الطبيعيه. اذا مسن عنده داره لكن ما ينجمش يقوم بالخدمات هذه، احنا عملنا مرافقه المسن في بيئته الطبيعيه في اتفاقيه شراكه مع المندوبيه الجهويه لشؤون المراه والاسره والطفوله وكبار السن بنابل. مرافقة المسنة ليها تتمثل في أنه المسنة اللي عنده داره نعمل له احنا إحاطة رعاية صحية مراه إذا كان مش يطلع مش يستخرج من إدارة وثائق ما تجيش يستخرج كما دكتور عيلاج أو تحليل أو نتكلم له مرافق يقوم بالمسألة هذه مش يتنقل للمستشفى وفي ممر معين للخدمات العلاقة مع الإدارة غادي في ورقات في تسجيل في كذا كذا، ما يقعدش شارد الصف ولا ما يقعدش الحق. هذا الوجه التحية إدارة الجهوية للصحة في نابل، التعليمات اللي اعطاها من المسن يكون عنده اولويه في العلاج. هذايا الكل باش اولا نخفض الضغط على دار المسنين بجرومباليا في انتظار انه ربما يكون شي فما محل اخر ولكن هذه كلفه كبيره. احنا الهدف نتاعنا انه المسن اللي عنده محل سكنه لكن ما عندوش شكون يحيط به في مرافقه المسن في بيت الطبيعي نجم نقصوا برشا، ينجموا اللي ما عندوش محل سكنه ما عندوش كيما فما مرافقه المسن في بيت الطبيعي نجموا نعتمدوا مش حتى على مستوعين معنا، ينجم يكون بنتها او اي قريب من العائله يقوم هو معناها نكلفه بنعطيه معناها تكوين كيفاش يلعب في المسن كيفاش مش كيما يتكون كيما هو مع ابوه ولا مع امه. ياخذ كنا على حاله دي انور انه ثم امراه عملت لها حتى دارها خاطر دارها الحاله اخر حاله هي اللي معناها تم اعلامنا عليها هي في نابل. رافقنا رئيس المصلحه تاع المسنين بطبيعه لانه لازم يكون الامور لازم يكون يمثل الاداره ويمثل المسن. اتضح انها الدار عندها عام معناها امراه ما معناها ما تحملش مريضه نفسانيا شويه عندها تغوط لا ارادي مع بنتها مريضه شويه ما تنجمش تقوم بها السنه الاخيره كانت لاباس خير ما بها تعرضت للصدمه ولات معناها مش في الحاله هذه بقينا ولينا استنجدنا دار المسنين الجلوبالي لانهم عندهم خبره ورافقنا طبيبه باش ترى اسكندوش عن اسكندوش تتحمل المراه هذه ولا لانهم هما تخلفات حتى الحمد لله ربي طلعت لاباس. قمنا باللي لازم يتعمل دار المسنين يرحم والديه بعض المرافقه الصحيه اللي متعوده المسلمين وبالمعنى بالاستحمام تاع المسلمين خذيناها بالبيعه احنا على عاتقنا بعض.
مشكور سيد معتمد نابل تكلم البلدية وجات ودخلت محل السكنة القناه معناها في وضع كارثي، معناها تقولك شاحنة، معناها شاحنة تعتلت المهملات. نعم. يعني الفكرة فاطمة أنه اليوم فما تعاون بين المجتمع المدني وبين وزارة المرأة اللي هي المشرفة على دار المسنين العمومية في غرومبيليا لتقديم خدمات المسنين. في بداية مداخلته ضيفك تحدث على اكتظاظ وإشكاليات في دار المسنين، خلينا نعرفوها أكثر لأنه باش نطلب الرد من وزارة المرأة لتحسين وضعية دار المسنين غرومبيليا. تفضل. الوضعية مع الاكتظاظ اليوم في دار المسنين معناها تقريبا هو دار المسنين تقصد في عندها مش مقتضين يعني مزوزين على بعض، لا في كل واحد في مكانه، لكن كي يجي مسن اخر ما نقاولوش كي مش فين ياويو ما نقاولوش، ولا حتى ما نجمش يعمل اكثر المسنين حساسه جدا المساله هذه. كل واحد عنده الفرش نتاعه وعنده متابعته الطبيه والمرافقه حتى دار المسنين الجروبيلي راهو اعتبار لها كل شيء، يعني يهزوا في الليل السبيطارات اذا كانت عكرت صحته يخدموا 24 ساعه. احنا الحق معناها مشينا بعد الاحوال موجودين وقاعدين يوفروا الحقيقه. بون وحده العيش في غرومبيليا انا مش اكثر هي اللي يلزمها شويه معناها الحق لازم يترضى لفته وحده العيش. نعم احنا نعاونوا فيها. نعم وهي هي الوحيده في المنطقه في ولايه نابل دار المسنين غرومبيليا هي ابار الوحيده في المنطقه حتى من جهات اخرى راه دار مسنين راهو عندنا غرومبيليا وسوسه وفستير يعني. دونك اليوم المطلب نتاعكم كمجتمع مدني وحده العيش يعني تكون لابد من تدخل احنا صحيح كمنظمه وقاعدين نحثوا في رجال اعمال ان شاء الله عاملين برنامج كامل معها قاعدين لازم يلزم اكثر تدخل لان تعاني ياسر وحده العيش راهي تاخذ ناس اللي هم غير طبيعيين من المرضى النفسانيين هي من 25 سنه ل 90 سنه معناها معناها يلزمها موقفه كبيره ياسر طبعا. نعم احنا حققنا جزء المساله هذه ومشكور مدير دار وحده العيش الحقيقه معناها قاعد يقوم مجهود جبار ويحضر معنا ونمشي له وبعثنا له فريق من المكتب الجهوي. نعم. عاوناه في رمضان بركدا بركدا على الاقل على الاعاشه تو نعم. اللي هي اكثر من الاعاشه اللي هي البنيه. نعم. هي المعدات الطبيه هي ربما واضح هي مسؤوليه مجتمعيه وانت اشرت لرجال الاعمال والمؤسسات الاقتصاديه لازم زاده تقوم بدورها المجتمع المدني وزاره المراه واكيد احنا تو ناخذوا من عندهم توضيحات. شكرا جزيلا فاطمه بن عثمان شكرا لضيفك الكريم. اللي حبيت نعرف نعم. اليوم اللي تفضل دور مكونات المجتمع المدني والمنظمات ومعارضه مجهودات الدوله اللي وحدها ما تنجم تعمل شيء خاصه احنا اليوم ولايتنا بالبلاد السياحيه بغض النظر اليوم على الموضوع اللي حكينا عليه اللي هو دار المسنين، اليوم نحكيه على عنصر هام النظافه، بلاد سياحيه اليوم وجهه للسياح لازمها تكون انظف من هكا، مشكل الناموس، مشكل الفضلات اللي تتلوح بارتو، اليوم ماذا بينا معناها دعوه اليوم من خلال الاذاعه الوطنيه ومختلف المنابر الاعلاميه انه المجتمع المدني انه المواطن يكون واعي اليوم بدوره باش يخلي بلاده نظيفه، باش يحافظ على المحيط نتاع المؤسسه نتاعه ومحيط داره. خاصة وانه اليوم داخلين على موسم سياحي وماذا بينا الناس الكل تكون واعية وتعاضد مجهودات الدولة خاصة تعرف اليوم البلديات مازالت معناها ما تركبتش. نعم. دونك ماذا بينا وانه شوية وعي اليوم ماذا بينا نابل تقعد ديما مزيانة ونظيفة وشتوتها يعني ساحرة وقبلة للسياح من الداخل وخارج تونس. شكرا فاطمة بن عثمان مراسلة الإذاعة التونسية من ولاية نابل. احنا نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار باش نحكيوا على المهندسين نحبوهم يقعدوا في بلادنا بما تحتاج الدولة التونسية والاقتصاد الوطني وبالطبيعة زادة أكيد فما جزء باش يتوجه للعمل في سوق عالمية للشغل هذه والمهندس التونسي مطلوب هذاك علاش تفاصيل هذه الكل بعد شوية بعد موجز الأخبار باش نناقشوها مع عميد المهندسين سي كمال صحنون.